بسم الله. دلوقتي عشان اكتب كود في برنامج الدينامو، لو واحد صادف في الاكواد وعايز يكتب بنفسه هقول له واتش واتش، مجرد بس ان انا اشوف نتيجة الشغل بتاعتي واتش 3D. لو انا هعمل حاجة في 3D هقول له دلوقتي كود، ده كود بلوك اللي تقدر تكتب فيها الشفرة بتاعتك. يعني خلينا نكتب اسهل شفرة 5×5، تمام. هو اداني فيها شفرة دوت، ببدأ اسحبه واقول له انا عايز اشوف الواتش، عايز اشوف الواتش 3D. طبعا في الواتش 3D مش هيبقى في حاجه خالص. طيب لو انا عايز اخليه يكتب كلمه، هعمل قوسين كده واقول له انا عايز اشوف كلمه مثلا ايه، هلو وورلد. بدا يظهر لي هلو وورلد. طيب خليني اقول له كلمه تانية، اقول له خلي اكس هتساوي هلو وورلد، ماشي. طيب وانا عايز بقى ايه، تكتب لي الاكس مسافه، انا عايز جم زد زد اكس كمان، وهنا يعني حط لي فراغ بين الاثنين. يبقى كده المفروض الكود هيبقى عباره عن ايه، اكس اللي هي اللور لي، وبعد كده هيديني مسافه، وبعد كده اللور لي التاني، تمام. طيب لما اجي اطبق ما حصلش حاجه، ما حصلش اللي قلت عليه، لان هنا هو بياخد من السطر الاولاني مش من السطر التاني. فانا اسحب من السطر التاني الواتش، الاقي كتب لي هلو وورلد مسافه هلو وورلد، تمام. خلينا اسحب من هنا لهنا الواتش 3D، من ده لده، تمام. طيب خليني اقول له شفره تانيه بقى، ان انا هرسم نقطه، هقول له اكس، الاكس دي هتساوي خليها مثلا بتساوي 10، تمام. دي الاحداثيات بتاعت نقطة، واي بتساوي 10، ولازم اديله سيمي كولن زي سي وسي بلس بلس والسي شارب. زد هتساوي 5. طبعا دي ارقام عشوائية، ممكن تكتب اي رقم، يعني بكتب اي رقم خلاص. البي بتساوي، البي ده رمز للنقطة، وممكن تديها اختصار تاني بوينت، تمام. دوت باي كور دي ني ديس، وافتح الاقواس واديله اكس واي زد، وادي السيمكروم بتاعي، وادي سنتر. انا عايز بقى ايه، يرسم لي البي باي كوردينيتس اكس واي زد. فبدا فعلا يرسم لي اهي الاكس كذا والواي كذا والزد كذا، ورسم لي النقطه اللي انا عايزها هنا، تمام. ده لو انا عايز اكتب كود. طيب لو انا عايز اكتبها اعملها مباشره، هاجي هنا اقول له بوينت، تمام، وابدا في كذا هنا نقطه، هبدا اشوف انا واحد فيهم الخاصه. بوينت كرييت اهي، بوينت كرييت، تمام. ممكن تلاقي بوينت كريت تاني، يعني في حاجات بتعمل بوينت، بوينت كريشن. طيب خلينا نجرب ديت على اساس ان دي فيها الزد بتاعتها، اجي هنا واقول له اعمل البوينت هنا، ودي يعمل البوينت هنا. هو خد ايه، خد الاكس بصفر والواي بصفر والزد بصفر. ممكن انا اخليها نمبر او سلايد، خلينا نجرب الاثنين. نمبر، خلي النمبر ده الاكس، واخلي السلايد وعندي الدجر سلايد للواي وللزد. بص انا دلوقتي بعمل ايه، بخلي الاكس بصفر، الواي والزد بخليهم باربعه، بخليهم بخمسة بستة، فبيبدأ النقطة تتحرك معايا. ممكن النمبر دي مثلا خلاها 6، يبقى أنا كده الأحداثيات بتاعتي إيه، الإكس بستة، الواي بتسعة، الزد بتسعة. ممكن أروح مغير فيهم في الواي والزد مرة واحدة عن طريق السلايدر زي ما أنت شايف. طبعا أسهل بكتير إن أنت تستخدم الواجهة المرئية، بس في ناس بتحب الأكواد. انا ما بحبش اي لغه فيها سيمي كولن الصراحه، يعني على الراي الشعر اللي بيقول لك
الفيجوال بيزك هي الاساس، يتبرمج بيها الاحساس، ولا سيمي كولن ولا اقواس، وتعلمها سهل لكل الناس.